مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل سلسلة شرح محاضرات مادة الفسلجة اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. وصلنا الى سيشن 4 لكتشر 1، راح يحكي عن الاكسجين ان ذا بلاد. اوكي، فبالبداية عندي الليرنينج اوتكم او الليرنينج اوبجكتيف. بالبداية لازم نعرف شنو السوليوبيليتي اوف اوكسجين ان ذا بودي فلويد، يعني قابلية ذوبان الاكسجين بسوائل الجسم. يقول شنو العوامل الفاكتورز ذات انفلوينسينج اللي راح تاثر على من على الديفيوجن اوف غاز، لانه احنا نعرف انه الغاز راح ينتشر تمام عبر ميمبرين من الالفيولاي من الى التشو، فشنو العوامل اللي راح تاثر على الديفيوجن اوف غاز. يقول لك اعطيني لسته من البروبرتيز من الخصائص مالت مالت الهيموغلوبين مولكيولز، جزيئات الهيموغلوبين which facilitated اللي راح تسهل عمليه نقل الاكسجين للدم. اعطيني خصائص الهيموغلوبين، زين هذا الهيموغلوبين شنو ممكن ينشرب؟ لا، الهيموغلوبين مجرد فد وسيله تمام تكون موجوده بالدم حتى تنقل الاكسجين من الالفيولاي الى من الى التشو. يقول لك ارسم لي تمام اكسجين هيموغلوبين ديسوسيشن كيرف، فد كيرف معين تمام راح يوضح لي العلاقه ما بين الساتوريشن مالت الاكسجين وال بي اتش. يمكن هسه نتعرف عليه. اوكي، وبعد يقول لك استيميتس اخلك فتكون لي، يقول معدل التوصيل مالت من مالت الاكسجين الى الانسجه at different capillaries partial pressure of oxygen and pH. يقول انه المعدل مال توصيل الاكسجين to the tissue راح يختلف تمام، راح يختلف من ناحيه partial pressure مالت الاكسجين ومالت pH. بعد يقول لي describe the outline how the transfer factor diffusion capacity of the lung may be determined. The transfer factor اللي هو الفاكتور اللي راح يخلي الاكسجين او الغاز يتحرك من الالفيولار المن الى الدم حتى ينقله. شلون اقدر اني احدده؟ عن طريق شنو؟ شلون اقدر احدد الترانسفير فاكتور او الديفيوجن كاباسيتي تمام؟ فهسه بالبدايه اخذنا فد فكره انه شنو راح ناخذ بهاي المحاضره. هسه شنو نجي نكمل؟ اوكي، هسه نجي بالبدايه راح ناخذ فد فكره بسيطه سهله حلوه خفيفة لطيفة. يقول شنو الفانكشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم؟ ما اخذيها قبل. الفانكشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم اثنين، نقل و اكستشينج، ترانسبورت و اكستشينج تمام. نقل شنو؟ الاكسجين منين؟ من الالفيولاي من الى الانسجة. اكستشينج تبادل الاكسجين ويا ثاني اكسيد الكربون. فاذا سألت سؤال شنو المين فانكشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم؟ تو بروفايد، راح يوفر كونستانت سبلاي اوف اكسجين تو كيب يور بودي سيل فانكشن، يعني يوفر اكسجين من للانسجة حتى يحافظ عليه من على الوظيفة مالت الخلايا. بعد ازالة ثاني اكسيد الكربون من الانسجة ويطرح بعملية الزفير. زين، عندي فد مصطلح او فد فكرة عامة. يقول شنو الاكسجين ترانسبورت؟ يقول انه الاكسجين راح ينقل منين؟ من الالفيولاي من الى الانسجة. زين، اكو فد مسافة، سؤال اكو فد مسافة ما بين الالفيولاي والانسجة؟ اي اكو مسافة. زين، هاي المسافة خومو الاكسجين راح يروح هيك طاير بالهواء وحده؟ لا، لازم يأجر سيارة حتى يوصل من الى الانسجة. زين، هاي السيارة شنو؟ هي الدم. زين، الدم راح يفرض عليه شرطين. اول شيء يقول له اني ما اشيلك من الالفيولاي المن الى الانسجة اذا ما تذوب بالبلازما مالتي، وبعد يقله لازم تتحد ويا الهيموغلوبين مالتي. هذا الشرطين اللي يوفرهن. فالاكسجين ترانسبورت هي عملية نقل الاكسجين من الالفيولاي الى الانسجة. شروط النقل لازم يذوب ديسولف ان ذا بلاد بلازما، واحد. اثنين، لازم يتحد ويا الهيموغلوبين تمام اللي موجود بكريات الدم الحمراء. اوكي، فيب هذه هي الفكره. يقول انه السوليوبيليتي اللي هي الذوبانيه مالت الاكسجين بالبلازما شنو تكون؟ تكون قليله. ترى اخذناها بذيش المحاضره، قلنا ذوبانيه الاكسجين بالبلازما قليله، بينما عمليه التبادل مالت الاكسجين تكون عاليه تمام. يقول شنو المعامل الذوبان مالت الاكسجين؟ معامل الذوبان مالت الاكسجين هو 0.01 ملي مول على اللتر. زين، شنو البارشال بريشر مالت الاكسجين؟ 13.3 كيلو باسكال. اضرب هن بلا زحمه عليك، حاصل ضرب السوليوبيليتي كوفيشنت بالبارشال بريشر شنو راح يعطيني؟ راح يعطيني الكونتنس. الكونتنس اللي هو حاصل الضرب بين الاثنين راح يعطيني النتيجه النهائيه اللي هي 13% ملي مول على اللتر. اوكي، فيب
هذه هي الفكرة من السلايد. مجرد لازم نعرف انه السوليوبوليتي مالت الاكسجين قليلة بينما الاكسجينج مالت الاكسجين تكون عالية. سؤال يطرح نفسه، يقول شنو العوامل اللي راح تأثر على ذوبانية الاكسجين في البلازما؟ احنا مو قلنا الاكسجين اذا يريد ينقل من الالفيولاي يروح المن الى الانسجة لازم يذوب البلازما؟ اي. زين شنو العوامل اللي راح تأثر على ذوبانة في البلازما؟ اوكي، العوامل اللي راح تاثر على ذوبانه بالبلازما ثلاثه: البارشال بريشر، الضغط الجزئي، درجه الحراره التمبريتشر، والبي اتش. نجي اولا المن الى البارشال بريشر. البارشال بريشر اوف ذا اوكسجين من راح يزداد، تمام، راح تزداد السوليبيليتي، يعني من ازيد الضغط راح تزداد الذوبانيه. زين درجه الحراره من تزداد راح تزداد الذوبانيه. اوكي، نجي اما للبي اتش. البي اتش عندي اما تزداد او تقل، اذا ازدادت فمعناته المحلول قاعدي، واذا قلت فمعناته المحلول حامضي. زين اذا قلت راح تقل السوليوبيليتي، واذا ازدادت راح تزداد السوليوبيليتي. اوكي زين نجي نكمل. يقول انه الاكستشينج التبادل اوف غاز هنري لاو. يقول انه التبادل مات الغاز حسب قانون هنري. يقول قانون هنري يقول انه كمية الغاز اللي راح تذوب ب السائل، تمام، will be directly proportional، يعني راح تتناسب طرديا ويا من ويا الضغط الجزئي. هذا نص قانون هنري. الرجال ايش قال؟ الرجال قال انه كمية الغاز، تمام، اللي راح تذوب بالسائل تتناسب تناسب proportional ويا من ويا من ويا البارشال بريشر. اوكي، فمعناته انه الغاز اللي راح يذوب بالسائل راح يتناسب تناسبا طرديا ويا من ويا البارشال بريشر. زين يقول as long as long as the partial pressure of oxygen in gas phase is higher than the partial pressure of oxygen in liquid phase. يعني إذا عندي يعني شلون أوصل لكم إياها؟ يقول إذا عندي partial pressure، ضغط جزئي للأكسجين بخليط من الغازات، يكون أعلى مقارنة بالpartial pressure، ضغط جزئي للأكسجين بسائل، تمام؟ فهذا هو يعني شلون مثل ما واحد يقول الملخص من هذا البارت. زين انه الضغط الجزئي مالت الاكسجين بالغاز يكون اعلى مقارنه بالضغط الجزئي مالت الاكسجين بالسائل. لذلك ايش راح يقول؟ يقول انه they will be diffusion of oxygen in the blood. لذلك ممكن انه الانتشار مالت الاكسجين بالسائل يعني بالدم راح يكون اقل. يقول انه الديفيوجن اكيليبريام يعني عمليه الانتشار مالت الاكسجين راح توصل الى حاله توازن من البارشال بريشر مالت الاكسجين بالسائل يكون مساوي للبارشال بريشر مالت الاكسجين بالغاز. احنا قلنا انه بالغاز يكون اعلى، لكن من يتوازنن اثنيناته راح نصل الى حاله الاكيليبريام. يقول شنو العوامل اللي راح تاثر لي على الغاز ديفيوجن؟ سؤال، الغاز ديفيوجن منين وين راح ينتشر؟ من الالفيولاي، تمام، المن الى الانسجه، عبر من؟ عبر ميمبرين. هذا العبره شنو العوامل اللي راح تاثر لي عليها؟ العوامل اللي راح تاثر لي عليها هو السمك مالت الميمبرين، تمام. فمن راح يزداد السمك راح يقل الديفيوجن. بعد السيرفكس اريا اللي هي المساحه السطحيه، من راح تزداد المساحه السطحيه راح يزداد الديفيوجن. بعد الكونسنتريشن جراديانت، من راح مثلا يزداد الكونسنتريشن جراديانت، من راح يكون عندي اكو فرق بالبرجر عالي راح شنو يصير؟ راح يصير اكو عندي ديفيوجن. اوكي، فهذه هي العوامل اللي هي السمك والمساحه والتركيز، ثلاثتهن راح يأثرن على عملية انتقال الأكسجين من الألفيولاي المن للدم. زين نجي نكمل، وين وصلنا إلى الهيموغلوبين؟ سؤال، شو المقصود عندي أنا هيموغلوبين وعندي مايوغلوبين؟ الهيموغلوبين هو شنو؟ بروتين. وين موجود؟ كريات الدم الحمر، تمام. زين وشنو وظيفته؟ ينقل أكسجين. هذا هو مختصر للموضوع. الهيموغلوبين، اوكي، منين متكون؟ من 4 بروتينات،
تمام. العفو من أربعة هيم. الهيم شنو يعني؟ يعني حديد أوكي. والهيم هو اللي راح يتحد ويا من؟ ويا الأكسجين أوكي. فهذا هو المقصود بهذا السلايد، إنه الهيموغلوبين هو بروتين. بروتين وين موجود؟ بخلايا الدم الحمر. شنو وظيفته؟ ينقل أكسجين، ومتكون من أربعة هيم تمام. وكل الهيم هو عبارة عن آيرون. زين، إيش قد النسبة الطبيعية للهيموغلوبين بالدم؟ 2.2 ملي مول على لتر تمام. كل هيموغلوبيناية متكونة من أربع أكسجين. ليش؟ لأنه الهيموغلوبين في أربع هيم، يعني أربع حديدات، كل حديدة ترتبط ويا أكسجين، في أربع أكسجينات تشيل. ولازم نعرف التركيز الطبيعي، لأن التركيز الطبيعي كلش مهم، إنه تعرف إيش قد النورمال كونسنتريشن أوف هيموغلوبين بالدم. وجابوها يعني حسب ما أتذكر بالتي بي أو. زين، نجي إلى فد 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 موضوع ثاني. يقول شنو البروبرتيز، شنو الخصائص مالت من مالت الهيموغلوبين مولكيولز؟ يقول هاي الهيموغلوبين بيها أربعة هيم أوكي، وبنفس الوقت كل هيماية تتصل ويا من؟ ويا أكسجين تمام. فأربعة هيم، كل هيم تتصل ويا من؟ ويا الأكسجين. فهسه نجي نقرأ. يقول إنه الهيموغلوبين exhibits cooperatively which mean that once one oxygen molecules bind to hemoglobin subunit the affinity of remaining subunit of oxygen increase. يعني انه الهيموغلوبين راح يرتبط ويا الاكسجين، لذلك هو له قابليه عاليه، افينيتي عاليه، رغبه عاليه حتى يرتبط ويا من؟ ويا الاكسجين. الهيموغلوبين شكت الى هاي افينيتي للاكسجين وين؟ بالرئه. ليش؟ لانه الرئه بها اكسجين هواي، فهي تريد تجذب اكسجين هواي اوكي، فالى هاي افينيتي. بينما بالانسجه الى افينيتي قليله. ليش؟ لانه الانسجه ما بها اكسجين، بها ثاني اكسيد الكربون، فالى قابليه قليلة تمام. زين، يقول انه الهيم جروب الهيموغلوبين، يعني قلنا احنا الهيموغلوبين بهيم تمام. الهيم هو ايرون which is able bind to oxygen. نفس الحكي دا يتكرر. زين، الهيموغلوبين شنو طبيعة الستركتشر مالته؟ مثلا صليب، فلكسيبل؟ لا، الهيموغلوبين طبيعته فلكسيبل. فلكسيبل يعني شنو؟ يعني مرن اوكي. زين، الهيموغلوبين عندي كم نوع؟ عندي او كم شكل نقدر نقول؟ عندي اثنين، عندي تي ستيت وعندي ار ستيت اوكي. نجي لمن للتي ستيت. التي ستيت التي ستيت او الشكل التي، شكل التي شلون يكون؟ يقول انه الهيموغلوبين بهذا الشكل عنده لا افينيتي للاكسجين. هو شوكت يكون عنده افينيتي قليله للاكسجين تمام. عنده افينيتي قليله لمن؟ للاكسجين. وين؟ بالانسجه. قلنا انه بالانسجه ماكو اكسجين، الهيموغلوبين دور على الأكسجين، فعنده لا أفينيتي. يعني معناتها إنه الهيموغلوبين بالأنسجة يكون ضمن شكل التي ستيتس. هسه هاي أول شغلة حليناها أوكي. بعد ما دام التي ستيتس معناته شنو؟ تركيز الأكسجين بي قليل، والأنسجة أكيد تركيز الأكسجين بيها قليل تمام. زين، بعد يقول إنه شلون يكون الشكل مالته؟ شكل مالته أليجمنت أوكي. زين، وبعد يكون الشيب مالته كومباكت شيب. فهذه هي الخصائص مالت تي ستيت تمام. نيجي المن للار ستيت تمام. نيجي المن للار ستيت. الار ستيت شنو طبيعتها؟ الار ستيت دي كمو قلنا إلها رغبة قليلة للأكسجين، هاي إلها رغبة عالية، يعني معناتها وين موجودة؟ باللنج تمام. زين، بيها تركيز عالي من الأكسجين. بعد الار ستيت شلون يكون الشكل مالتها؟ الليجنت، يكون ليجنت، وما يكون كومباكت شيب، ما يكون مغلق، يكون اوبن شيب، فتشي مفتوح. زين، هذه ما مطلوب من عندنا، يعني المعادلة مجرد قروها بالمحاضرة عبروها. نجي نكمل. يقول انه الهيموغلوبين اكسجين ديسوشيشن كيرف، ذكرنا الكيرف بالليرنينج
objective. يقول انه هو الاكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف هي فت كيرف. هاي الكيرف بيها محور اكس وبيها محور واي. المحور اكس راح يمثل شنو؟ البارشال بريشر مالت الاكسجين. محور واي ايش راح يمثل؟ راح يمثل الساتوريشن مالت من مالت الهيموغلوبين. تمام، هذا الكيرف، هذا محور اكس البارشال بريشر الضغط مالت الاكسجين، وهذا الساتوريشن مالت من مالت الهيموغلوبين. الكيرف مرات يكون سيجمويد، شلون هذا يكون بشكل حرف اس. تمام، فهذا ايش راح يعني؟ ايش راح يعني؟ راح يعني انه ال يعني الساتوريشن مالت الاكسجين راح يبدي يزيد من 0 الى 60 مليمتر زئبق. اوكي زين، نجي نكمل. يقول انه عند النورمال ستيت، عند فد الحد الطبيعي، البارشال بريشر مالت الاكسجين باللانج هو شقد؟ 100 مليمتر زئبق. زين الساتوريشن ضمن 100 مليمتر زئبق ايش قد؟ 98%. تمام، فضمن التي ستيت، عفوا تي ستيت اللي هو وين موجود بالانسجه، البارشال بريشر ايش قد راح يكون؟ 100. وبنفس الوقت الساتوريشن ايش قد راح يكون؟ 98%. بينما البارشال بريشر مالت الاكسجين تمام بالانسجه ايش قد راح يكون؟ 40%. والساتوريشن قد راح يكون؟ 78%. اوكي، فهسه عندنا فكره او فد شيء لازم ننتبه له، انه بالانسجه البارشال بريشر مالت الاكسجين ايش قد؟ 40 مليمتر زئبقي، والساتوريشن ايش قد راح يكون؟ 78%. بينما البارشال بريشر مالت الاكسجين باللانج 100 مليمتر زئبقي، عند هذا البارشال بريشر الساتوريشن ايش قد راح يكون؟ 98%. اوكي هسه نجي نكمل. يقول لك شنو العوامل اوكي اللي راح تاثر لي على الاكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف. الاكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف، هذا الكيرف شنو العوامل اللي راح تاثر لي عليه؟ بصراحه العوامل اللي راح تاثر لي عليه، اما راح تشفته للرايت تمام، فاذا شفتته لليمين قللت الافينيتي وزيدت تحرر الاكسجين من الانسجه، او تشفته لليمين، اذا شفتت العفو لليسار، اذا شفتت لليسار زيدت الافينيتي قللت تحرير الاكسجين من الانسجه. تمام، فمعناته اليمين يشفت، اليمين يقلل الافينيتي واليسار يزيد الافينيتي ويحرر الاكسجين. اذا من اليمين يعني يحرر هواي، يعني شلون نقول انه تناسب عكسي؟ شلون؟ دقيقه هسه هي صارت خبصه. اذا شفته لليمين يقلل الافينيتي زيد الاكسجين، اذا شفته لليسار يزيد الافينيتي قلل الاكسجين. هل في ما نقول بهالمبدا. زين شنو العوامل اللي راح تاثر لي على الكيرف؟ درجه الحراره، البي اتش، ثاني اكسيد الكربون، والدي بي جي. من العوامل نجي واحدة واحدة. درجة الحرارة، كل بساطة من تزداد درجة الحرارة راح يشفت للرايت، راح يقلل الأثينيتي وراح يزيد تحرير الأكسجين. زين نجي للبي اتش، إذا كان المحلول أسيدك يعني حامضي، إيش راح يقلل الأثينيتي وإيش راح يشفته للرايت ويزيد تحرير الأكسجين. والقاعدة بالعكس. نجي المن الثاني أكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون اذا ازداد بالدم فراح يقل البي اتش، يعني شنو؟ المحلول حامضي، يعني قلت الافينيتي شفت الرايت زي تحرير الاكسجين، حسب يا نظريه يا عالم يا عالم بوهر. اوكي زين نجي نمل الدي بي جي، الدي بي جي يشتغل بالعكس. الدي بي جي اذا كان عالي راح يرتبط ويا ثاني اكسيد الكربون، ارتباطه ويا ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون راح يقلل الافينيتي شفت الرايت قلل لي زيد لي تحرير الاكسجين. دي بي جي اذا ناقصي ويا من راح يرتبط؟ ويا من راح يرتبط؟ ويا الاكسجين، فيزيد الافينيتي اوكي ويشفته للليفت ويقلل لي تحرير الاكسجين. تمام، فهذه هي الفكره، يعني دي بي جي اذا ازداد ارتبط ويا ثاني اكسيد الكربون حتى يقلله،
واذا قل ارتبط ويا الاكسجين حتى شنو حتى يزيده. الاكسجين يشفت المن للليفت وثاني اكسيد الكربون يشفت للرايت. زين وصلنا الى في المصطلح اللي هو المايوغلوبين. شنو المقصود بالمايوغلوبين؟ المايوغلوبين هو نفس الهيموغلوبين تمام، بس منين متكون؟ متكون من يعني مو من اربع ذرات حديد، منين متكون؟ من وحده، يعني مجموعه هيموجلوب وحده، فشنو راح يشيل اكسجين اي وحده. اوكي هذا هو المايوغلوبين. زين عندي في المصطلح اللي هو الديفيوجن كاباسيتي. شنو المقصود به الديفيوجن كاباسيتي؟ الديفيوجن كاباسيتي ريفيرز تو ابيليتي اوف ذا سبستانس، راح يشير الى المواد. شبيها هاي المواد لها قابليه، اوكي لها قابليه على شنو؟ على انه تنتشر خلال الممبرين تمام. فالديفيوجن كاباسيتي ريفيرز راح يشير المن الى الابيليتي، الى القدره اوف سبستانس المواد على انه تنتشر تمام خلال الممبرين. زين هذا بشكل عام بالنسبه للديفيوجن كاباسيتي، يعني عباره عن قدره المواد على انه تنتشر عبر هذا الغشاء تروح المن للدم. بالنسبه للريسبيراتوري فيسيولوجي يعني الفسلجه مالت الجهاز التنفسي مثل ما واحد يقول، ايش قالت؟ قالت انه الديفيوجن كاباسيتي راح يشير الى قدره الغاز على انه يتحرك منين؟ من الالفيولاي المن الى الدم. اوكي هذه هي الديفيوجن كاباسيتي. يقول هاي الديفيوجن كاباسيتي مالت اللانج انا اقدر احسبها من خلال التست اللي هو دي ال سي او اللي راح يساوي للحجم مال ثاني اكسيد الكربون على البارشل بريشر، واخذناه بالمحاضره السابقه. يقول شلون انا اقدر احسب وجود ثاني اكسيد العفو حادي اكسيد الكربون بالجسم؟ اولا اخلي الجسم يتنفس كمية قليلة من أحادي أكسيد الكربون، أوكي؟ وبنفس الوقت الدم راح يأخذها، فمن خلال هذا أنا أقدر أسوي this provide can indirect measure the lung ability to transfer gas from air to the bloodstream. من خلال هذه الفكرة إنه أخلي الشخص يأخذ أحادي أكسيد كربون كمية كلش قليلة، راح أقدر أحسب قدرة اللنج على إنه تنقل أحادي أكسيد الكربون إلى الدم. يقول هذا الديفيوجن كاباسيتي إذا تأثر بعوامل عديدة راح يعطيني أمراض باللنج. مثل من هاي الأمراض تمام؟ مثل من هاي الأمراض ما أعرف ذاكريها، ما ذاكريها، مثل عندنا الإنفيزيميا وجماعتها راح يعطيني أمراض تمام؟ مثل ما عندي العوامل مثل السموكينج، يعني إذا شخص مدخن راح تتأثر عند الديفيوجن كاباسيتي تمام. يقول انه reduction نقصان بالديفيوجن كاباسيتي يعطيني ساين ان سيبتوم. شنو المقصود بالساين والسيبتوم؟ مثل من عندي، مثل عندي shortness of breath، نقصان بالاكسرسايز، ما يقدر يسوي رياضه وغيرها. اوكي فبالضبط اذا خليت الشخص اذا خليت الشخص يتنفس كميه قليله منين؟ من احادي اكسيد الكربون. هذا احادي اكسيد الكربون راح ينتقل للدم مالته، فاحنا نقيس ايش قد قابليه الرئه على انه تنقل احادي اكسيد الكربون. هذا هو الديفيوجن كاباسيتي. اذا صار بي مشكله الشخص راح يصير بي امراض، مثل من مثل عندي انفيزيميا او غيرها او هواي امراض. اوكي ويعطي اعراض مثل عندي شورتنس اوف بريث، وبعد عندي مثل عندي كاف وغيرها، ويزنج ونقصان بالاكسرسايز، ما يقدر يسوي رياضة. وبس هنا خلصنا الليكشر مال هذه المحاضرة، ان شاء الله تكونون افتهمتوها بكل تفاصيلها. شكرا جزيلا.